السلام عليكم. اللهم صل على النبي. النهاردة هنتكلم مع بعض عن توقعات الأسبوع الثاني من شهر يناير 2021 لمواليد برج الحمل. هنتكلم ونقول فنجان برج الحمل بيقول ايه. طبعا ما تنسوش تصلوا على الرسول، وكمان تتمنوا أمنية حلوة جدا، او تتمنوا أمنية بشكل عام. واخر الفيديو ان شاء الله بإذن الله هنقول الأمنية اللي الناس بتتمناها ان شاء الله بإذن الله هتتحقق ولا لا، ولا يعلم الغيب إلا الله. هنقول بسم الله دلوقتي ونبدأ مع بعض قراية فنجان برج الحمل للنص الثاني أو الأسبوع الثاني من شهر يناير. بسم الله. أول حاجة يا برج الحمل، أنت مهموم. أنت من الناس اللي هي قلبها طيب جدا، وده أكبر حاجة بتخليك تدخل في مشاكل. عندك رحلة حلوة جدا مع الشخص اللي أنت بتحبه أو مع الشخص اللي أنت معاه. هيكون عندك متعة بالوقت اللي انت هتطلع فيه الرحلة دي. وكمان شايفة ان انت عندك امنية حلوة جدا هتحققها، وهتكون او هتتخطى مرحلتين. هيكون عندك تخطي في مرحلتين مهمين جدا، وده هيكون في خلال بعض الوقت. هيكون عندك تحقيق باكمل وجه وبسرعة، كمان هتوصل الى هدفك وهتوصل الى مرادك بشكل حلو جدا. بس بلاش العند وبلاش الثقة الزايدة بالنفس، علشان خاطر ممكن توقعك في بعض المشاكل اللي انت ممكن تكون مش قدها. هيبقى عندك مواليد برج الحمل، هيبقى حصل عندك فرحة حلوة جدا او مناسبة حلوة جدا. هقدر اقولك ان انت هتعيط فيها دموع السعادة. هتحصل حاجة هتفرحك. وكمان شايفة انه في انسانة ما تعرفكمش او هتتعرفوا عليها، وهتاخد مكان لو كنت عازب او انت عازبة. في حد هتتعرفوا عليه. الانسانة دي اللي انت تتعرفوا عليها هتاخد مكان كبير جدا في حياتكم، وهتكون الصديقة الكويسة المناسبة ليكم ولحياتكم. وكمان شايفة انه هيبقى في بعض الخلافات في المنزل في بيتكم. للأحسن مواليد برج الحمل، الأسبوع ده هيكون عندكم بعض الدوشة، بعض التوترات اللي هي ممكن تكون موجودة في المنزل. بس للأحسن ان انتوا تحذروا وبلاش تكونوا سريعة الانفعال، علشان خاطر ما تقعوش في بعض المشاكل اللي انتوا ممكن تستغنوا عنها بشكل بسيط. للأحسن ان انتوا مش كل حاجة بتدور في بالكم لازم تقولوها. اهدوا علشان خاطر تقدروا توصلوا اللي انتوا عايزينه، وعلشان خاطر المشاكل في البيت تهدى. وياريت تتحكم في أعصابك مواليد برج الحمل. وخلي بالكم من اشخاص حواليكم. الاشخاص اللي حواليكم دول عايزين يوقعوكم في حفرة، للأحسن ان انتوا تحذروا منهم. قريب جدا هتحصل فرحة في قلب البيت، هيبقى فيها راحة وفيها سعادة، وكمان هتعدوا بعض المشاكل. والصورة اللي هي موجودة في الفنجان يا مواليد برج الحمل، دي بتشير ان النصيب والحظ والراحة هتكون قريبة جدا جدا منكم، وهيكون عندكم مستقبل جميل وحياة حلوة انتوا عايزينها وانتوا بتتمنوها. بس اهدوا، بلاش العصبية الزايدة الاسبوع ده لمواليد برج الحمل. اتمنى ان هم بلاش يكونوا متعصبين زيادة عن اللزوم، ويكونوا حذرين. شايفة كمان ان انت تحذر من الناس والجدل، بلاش الكلام الكتير جدا، احذروا. هيكون عندك طيارة ورقة هتطير قريب جدا، او انت هتطيرها يا مواليد برج الحمل. هتحقق كتير جدا من الطموحات الحلوة في حياتك، وهيبقى عندك اسبوع ممتع واسبوع فيه سعادة ان شاء الله بإذن الله. مواليد برج الحمل، هيكون في عندك بعض الأشياء السيئة اللي هي هتكون موجودة في بعض الأيام أو في عيلتك. وكمان هيكون عندك بعض الحاجة اللي هي ممكن توترك، ودي هتخليك ان انت تعمل مجهود زيادة عن اللزوم علشان تتغلب على المشاكل اللي هتكون موجودة في حياتك. هيساعدك حد، صديق ليك أو صديقة، هيساعدوكم في حياتكم علشان تحلوا المشاكل اللي هي ممكن تقعوا فيها.
هيبقى عندك جدال خفيف وعلاقة مكسورة دي بفنجانك، وكمان هيبقى عندك الأوضاع في النهاية هتكون في صالحك وهتعيش حياة هادية وسعيدة كمان. أما مواليد برج الحمل انتبه كويس جدا، هتكون حياتك في خطر، احذر من الفشل والمشاكل. وكمان ما تنساش ان انت تغير الاوضاع اول باول، انت ما بتحبش الروتين، بتحب الاعمال المتجددة، بتحب الحياة الجميلة، فحاول تبحث عن الحاجة اللي انت بتحبها والحاجة اللي انت عايزها بشكل حلو علشان خاطر تقدر توصل الى طموحاتك العالية وتوصل الى هدفك. احذر من بعض المعاصات اللي ممكن تحصل في حياتك. مواليد برج الحمل هيكون عندك هدية حلوة جدا، هتدخل الهدية دي لقلبك بالطيبة وبالراحة، وكمان هيكون في فنجانك شكل حلو جدا، هتحس بالراحة وهتستلم أشياء كتيرة من الناس، ولكن لا تنسى تقدم هدايا حلوة لبعض الأشخاص، استجابة الطيبة الحلوة يا مواليد برج الحمل. مواليد برج الحمل هيكون عندك فرحة حلوة جدا، هتقدم لك السفر أو إلى مقصد بعيد، حاجة أنت عايز تعملها، وهتحصل على قسم من مراس حلو جدا ضخم، وهيبقى عندك شجرة الفرح في كل الاتجاهات إن شاء الله بإذن الله. وكمان هيبقى عندك عمل حلو جدا هيستغرق وقت طويل من وقت فراغك، عقد الزواج خطوة متسرعة بالنسبة ليك، هيكون عندك جواز، هيكون عندك فرحة حلوة جدا إن شاء الله بإذن الله يا مواليد برج الحمل. بس تفاءل خير وإن شاء الله بإذن الله الأفراح كلها هتكون قادمة على الأخبار الحلوة. هيكون عندك أمر غير متوقع في العيلة هيجيب لك مفاجأة جميلة من بعيد، وكمان هتحصل على أخبار إيجابية، والطرد اللي موجود في فنجانك ده هيدل إن أنت هتستلم هدايا حلوة جدا زي ما قلت لك. مواليد برج الحمل عندكم اسبوع ممتع، عندكم اسبوع جميل ان شاء الله باذن الله، توقعات جميله فيها ايجابيه. طبعا الناس اللي انا قلت عليها تتمنى امنيه بسرعه جدا علشان خاطر نقول الامنيه ان شاء الله باذن الله هتتحقق ولا لا. طبعا الامنيه ان انتوا هتتحققوها ان شاء الله باذن الله بغض النظر عن اللي انت عايزه، هتتحقق ان شاء الله باذن الله، هتتحقق زي ما انت عايز، يعني بغض النظر عن اللي انت عايزه ان شاء الله بإذن الله أمنيتك هتتحقق بشكل كبير جدا وبشكل إيجابي. أتمنى تكون توقعات الأسبوع الثاني من شهر يناير 2021 عجبتكم. طبعا التوقعات السنوية وكمان الشهرية موجودة على القناة، وإن شاء الله بإذن الله نقدم كل جديد. وما تنسوش طبعا تضغطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان خاطر يوصل لكم كل جديد، وإن شاء الله بإذن الله أمنياتكم كلها تتحقق بشكل حلو جدا وبشكل لائق، وكمان إن شاء الله بإذن الله توصلوا إلى هدفكم وإلى طموحاتكم العالية إن شاء الله يا مواليد برج الحمل. تحياتي ليكم.